أنا اسمي نصر سامر من كفر اللباد، بصبح على معلميني وعلى أهلي وعلى أصحابي وفي هذا اليوم الجميل هو التجمع الكشفي. أنا اسمي فايق عبد الرحمن من صف الثامن، وبحب إني أصبح على كل أهل فلسطين وكل أهل الأسرى والشهداء وكل المدارس وعلى المدير وعلى كل أهل كفر اللباد وعلى كل أهل فلسطين والشعب العربي إن شاء الله تتحرر فلسطين بإذن الله تعالى. أنا اسمي أيهم نشأة محفوظ من الصف الثامن باء من مدرسة سامح جازي، بحب أهدي هذا الصباح وأصبح على كل فلسطين وأهل الأسرى والشهداء وأصحابي وزملائي كلهم، وأهم تحية إلى المدير. اسمي وديع كعاوي، بحب أقدم صباح لأهلي وأصدقائي هنا إن شاء الله ينبسطوا معانا في المخيم. أتمنى لأصحاب السعادة والفرحة والسرور وإنهم ينبسطوا في عمل والمدارس الثانية تيجي تنبسط معنا، وأهلا وسهلا بيهم.